يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح التسمية بعبد المصلح؟ وما القاعدة في تسمية الأشخاص لما وردت إخبارا عن الله لا أسماء له؟ الأسماء تعبد لله ولأسمائه سبحانه، ولا تعبد لأشياء ليست من أسماء الله. المصلح ليس من أسماء الله، ما أن المصلح عد من أسماء الله، لكن يخبر عنه بأنه هو الذي يصلح القلوب ويصلح العباد، إما بالإخبار هم لا بالتسمية. نعم.